الرياضية، أهلا بكم وسهلا على هذه اللقطات الجميلة وحوار وعناق ما بين مدير فني كل من النادي الأهلي ونادي الشرطة، حلمي طولان مدربا لنادي الشرطة ومانويل جوزي مدربا للنادي الأهلي. عناق قبل المباراة، نتمنى إن شاء الله أيضا أن يكون بنفس الحب والتلقائية الجميلة بعد المباراة، وهي لقطة لكل من يهم الأمر من خلال علاقات المسؤولين، علاقات المدربين، علاقات اللاعبين، علاقات الأجهزة الفنية. لقطة يجب دائما وأبدا إن شاء الله أن تكون في المقدمة، وهي رسالة لكل من يهم الأمر أن الأخلاق الطيبة وأن الروح الطيبة وأن الروح الرياضية دائما وأبدا ما تطفو على السطح، أيا كانت أهمية المباراة أو البطولة أو الكأس أو الدوري أو الهدف أو أيا كان نوع الانتصار. مشاهدينا الكرام، هنا من خلال قناة النهار الرياضية تقبلوا تحياتي معلق اللقاء أحمد الطيب، هنا من استاد القاهرة الدولي، واحدة من اللقاءات الهامة والكبرى في الجولة رقم 15، لقاء يجمع بين فريق الشرطة والأهلي والسلام الوطني. ودائما بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. متابعينا الكرام، متابعي قناة النهار الرياضية، نادي الشرطة في المركز الرابع ب 25 نقطة، بينما النادي الأهلي ثاني الترتيب ب 30 نقطة. لقاء كبير يجمع بين الفريقين، الأهلي من أجل مواصلة مشوار مطاردة المتصدر بفارق نقطة حرس الحدود، بينما الشرطة يبحث عن انتصار غاب عنه في آخر مبارتين. فريق الشرطة يلعب لقاء اليوم بتشكيلة كاملة العدد باستثناء عبد الله فاروق الذي يغيب عن تشكيلة الفريق الأساسية. حارس المرمى في أحمد سعد حارس مرمى نادي الشرطة في لقاء اليوم، في رضا العزب كظهير أيمن، وأيضا موجود حسام عبد الجواد وأحمد دويدار في قلب خط الظهر في حضرة فتحي مبروك الظهير الأيسر. خط الوسط موجود عندنا البوركيني علي رابو، وموجود معروف يوسف في البداية، ثم بعد ذلك موجود علي رابو اللاعب البوركيني في حضرة أيضا النجم الكبير حسام عبد العال اللي بدأ مشواره مع النادي الأهلي بعيدا عن مشوار آخر كبير نتحدث عنه، ثم اللاعب أيضا الجيد جدا محمد الفيومي لاعب خط الوسط المكمل للمهاجمين، بينما صلاح عاشور صاحب الخمس أهداف وخالد أمر أيضا صاحب الخمس أهداف، اثنين مهاجمين مسجلين 10 أهداف من 15 مجموع كل أهداف فريق الشرطة هذا الموسم. شريف إكرامي يحرس مرمى النادي الأهلي، أحمد فتحي كظهير أيمن، والجمعة يعود للتشكيلة ستوبر النهاردة بيلعب جنب أحمد السيد وحسام غالي، حسام غالي متأخر وأحمد السيد إلى جانب والجمعة. في الشمال النهاردة هيكون أحمد شديد إناوي مع جلوس سيد معوض على دكة البدلاء. شهاب الدين أحمد بعد أداء جيد كظهير أيمن اللقاء الأخير يبدأ اليوم، ولكن كلاعب وسط ارتكاز إلى جانب اللاعب ثابت المستوى دائما حسام عاشور أحد أفضل لاعب الأهلي باستمرار، بينما عبد الله السعيد الورق الرابحة للأهلي في الفترة الأخيرة بأربع أهداف يقود صناعة اللعب خلف العريس دومينيك العائد من جديد لتشكيلة النادي الأهلي في خط الهجوم إلى جانب جده صاحب الثلاث أهداف حتى الآن مع النادي الأهلي. يغيب عن الأهلي مجموعة كبيرة من اللاعبين، محمد بركات خارج التشكيلة، وليد سليمان خارج التشكيلة، متعب عماد متعب خارج التشكيلة، محمد فضل انتقل إلى سموحة، إينو النهاردة قاعد كبديل، أبو سعود انتقل إلى نادي المقاولون العرب. بالتالي النهاردة إن شاء الله عندنا تشكيلة نقدر أيضا من خلالها نحن نستمتع بأحداث اللقاء من الفريقين. النهاردة النجم الكبير محمد أبو تريكة النهاردة قاعد على دكة البدلاء. حكم اللقاء هو الحكم شريف رشوان بعد اعتذار الحكم الدولي حمدي شعبان لظروف خاصة، مساعد أول شريف صلاح، مساعد ثاني أحمد حلمي، والحكم الرابع هو طارق سامي.